we had a stock take where he acknowledged all of the work. لدينا العمل ويجب أن نحصل على كل المنتجات وتكون في أيادي الرئاسة لحتى نرى ما الذي يمكن أن نعمله ونقوم بسد بعض الفجوات. هذا ما حدث في جلسة عامة، كان هناك الكثير الذي تابعها. هذا ليس إجراء، هذا ليس إجراء عادي يحدث في كل الكبه، ولكن السيد شكري بعد تجميع كل الأطراف كان لدينا العديد من العمل، وشكرنا كل الأطراف على التقدم الذي تم تحقيقه. وأيضا أعلن السيد الوزير أن باعتباره أن مصر ترأس المؤتمر، فأعلن مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق التقدم في مجالات التمويل والخسارة والضرر والتكيف، وهذه الأمور التي تناولها الوزير. وأيضا كل هذا يكون مرتبط بالقرارات النهائية. هذا يتطلب أن يكون هناك كيان واحد وإجماع واحد يجمع كل الأطراف، وكل الأطراف يجب أن تحقق نوع من التوافق، وبحيث أن هناك الكثير من التداخل الذي حدث بعض الأطراف المختلفة، ونحتاج أن نحقق نوع من الاتساق. ولهذا فإننا السيد شكري أشار إلى أنه قد بدأ في لقاء المجموعات لكي يستمع إليهم، يستمع لكل مجموعة، ولكي يتأكدوا أننا نفهم ما هي الشواغل الخاصة بتلك المجموعات حتى نصل إلى التنسيق اللازم. وهذا ما يحدث الآن، وسوف نستمر في هذا الشأن حتى نصل إلى ما نصب إليه. وهذا فيما يتعلق المفاوضات الأساسية ومسارتها. على الجانب الآخر فيما يتعلق بالقرارات، القرارات التغطية، فإن هناك الأمور التي تم التعامل معها ولم تكن مدرجة كعناصر واضحة في الأجندات وتم أخذها في الاعتبار، ومن خلال جميع الأطراف، وتم عمل ملاحظات عامة حولها. وما الذي نقوم به ولماذا؟ نحن نتحرك بشكل تدريجي وبأسلوب تدريجي، والأمر الأول هو أننا نحتاج أن يعبر الجميع عما يرونه بشكل عام من خلال هذه القرارات الخاصة بالتغطية، وأيضا أن نقدم لهم عدد من العناصر وعدد من العناوين الرئيسية. قد يقول الجميع نعم أنا أفضل هذه النقطة ولكني أعترض على تلك النقطة، وفي المرحلة التالية نود نرغب في أن نقدم لهم النصوص. هذا أمر مهم جدا للتعامل بين الأطراف المختلفة. وبعد أن نحاول أن نحدد هذه الوثائق إلى 51 وثيقة، نفترض سيكون هناك نص تكتبه الرئاسة، وهذا هذه سوف تكون هذه الوثيقة نوع من التجميع الخاص بالآراء المختلفة حتى يكون هناك تكرار. يجب أن تكون هذه الوثيقة تظهر وجهة نظر كل طرف. كتبنا حوالي 22 صفحة من هذه الوثيقة ونعمل على استكمالها. هناك العديد من التنوع والاختلاف، ونحاول أن نحصل على أن نجمع كل الآراء وكل الأفكار في خلال هذه الوثيقة. وهناك العديد من الأمور الجميع يشير إليها باعتبارها وثيقة الرئاسة، ولكن هي وثيقة خاصة بجميع الأطراف. وأيضا عقدنا اجتماع آخر حين حصلنا على تغذية مرتدة حول هذا. استمر عملنا طوال الليل، وأشكر الأمانة العامة الذين كانوا دائما معنا، و
قمنا بعمل المزيد من المسارات، وكان هناك حوالي 9 صفحات، وهذا هو منتجنا الخاص بنا. كان هناك 27 صفحة، وكانوا حوالي 30 صفحة، ثم أصبحت دوم 27 صفحة. وأعتقد أن في الساعة 9 صباحا سوف تصدر وثيقة الرئاسة، والتي نستطيع من خلالها أن نحقق الرضا لجميع الأطراف. وقلت نحن نتعامل مع حوالي 190 طرف مختلف، ونتعامل مع الجميع ونحاول أن نحقق مصلحة الجميع. ولدينا 17 دقيقة حين بدأنا اجتماعات اليوم، تلقينا الآراء المختلفة حول هذه الوثيقة، وكان هناك العديد من الأسئلة المرتبطة بهم، وتم مراجعة الوثائق مرة أخرى واللغة التي كتبت بها، وتم التعامل مع كل القضايا المرتبطة بها. نحن بدأنا بشكل متسع، وثم نحاول أن نختصر الأمر ونلخص الوثيقة ونركز المحتوى الخاص بها، وهذا ما تقوم عليه الوفود. يجب لن يكون هناك شخص راضي بنسبة 100%. إذا كان هناك شخص راضي أو طرف راضي بنسبة 100%، فهناك هذا يعني أن هناك شخص أو طرف سيشعر بالإحباط. نحن نحاول أن نحقق نوعا من التوافق حول القرارات التخطية، ولدينا هذه الجولة. كان هناك بعض القضايا العالقة، وأتمنى أن يكون هناك تعاطي مختلف حولها. وهناك بعض الأطراف تجد أن لديها خطوطا حمراء لا ترغب في تجاوزها، وفي النهاية فإننا نسعى إلى تبني وثيقة يتوافق عليها الجميع. هذه الأمور تحدث. وفيما يتعلق بالمفاوضات، فإن الأمر الآن مع الرئاسة والوزير شكري كما أشار، فإنه يعقد اجتماعات بينما نحن نتحدث الآن، وهذا يجعل الجميع منخرط في التفكير، والجميع ينصت، جميع الأطراف تنصت إلى بعضها البعض، والأمر يتوقف على هذا التفاعل. والهدف هو أن نتعامل مع كل الشواغل وكل الآمال والطموحات الممكنة، وهذا ما الذي نقوم بالعمل عليه. شكرا جزيلا. ليس لدينا ترجمة اليوم، لذا فمن فضلكم رجاء أن تكون الأسئلة فقط باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا على هذا الموجز. الدول لديها العديد من المعايير التي يمكن أن تكون تقوية، ومثل النصوص ومثل تقليل الانبعاثات والوقود الأحفوري، وأيضا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. لماذا لم يتم تضمين هذه الأمور؟ أنت قمت بالربط بين تلك الأمور. الطموح يمكن أن يتم تفسيره بطرق مختلفة. ما ذكرته الآن قد انعكس علينا وقد طرح علينا، وسمعناه في غرفة الاجتماعات، والبعض يرى أن هناك يجب الانتقال إلى قضايا أخرى، والبعض قال أن جانب التكيف لا يحصل على الاهتمام اللازم. والسيد شكري كان دائما يؤكد ويقول أن بابه دائما مفتوح 24 ساعة في اليوم، وحين يتحدث كل طرف فإنه يتحدث من منظوره الخاص، وبالتالي فإننا
نحاول أن ندمج كل تلك المنظورات المختلفة. سمعت كلام مثل الذي تقول، وسمعت أيضا كلام مختلف. لدينا 197 دولة لديها آمال وطموحات مختلفة ولديها منظورات مختلفة، لذا فإننا نحاول أن نجمع كل ونوفق بين كل الأطراف. هذا هو الأمر. هناك اختلاف في وجهات النظر. السيدة هنا في الصف الأول. Thank you, Victoria Seabrook from Sky News. The 20-page list of news. أتحدث عن نقاط محددة. كان هناك الكثير حول المفاوضات التي تتم مع الجانب المصري. أعتقد أنني قد أجبت عن هذا السؤال، ولكني سأقولها مرة أخرى. كما أشرت، ولدينا بعض الأمور، نحن نجمع كل الأفكار، وكان هناك كما قلت 50 صفحة، ونحاول أن نتجنب التكرار. نحن نجمع أهم الأشياء ونحاول أن نعرف القضايا المهمة بالنسبة للمجموعات المختلفة والبشر، وهذا هو المنتج. هذا هو منتج يتم إنتاجه عبر جولتين من الاستماع. نستمع أولا بدون أوراق، ثم بعد ذلك نبدأ في الكتابة. هذا هي الإجابة. الأمر واضح بالنسبة للجميع، النجاح الذي حققناه حتى الآن، ولكننا نعتقد أن لدينا خطة، ونسعى. وكما شرحت، فإننا بدأنا من على مدى واسع جدا، ونحاول بعد كل ذلك أن نضيق هذا المدى حتى نصل إلى أمور مركزة ونقاط محددة. هذا ما نسعى أن نصل إليه. نحن نلعب دورا، ولكن هناك الأطراف مختلفة ووفود مختلفة تكون دائما موجودة وحاضرة ولها رأي، وأيضا تستخدمها السياقات المختلفة، ونحن نعمل على هذا الشأن، ونحن نحاول أن نفهم ما يأتي من كل الأطراف والنتائج المختلفة. القضية عملية معقدة جدا، ونحن نستخدم كل الوسائل المتاحة في هذا الشأن للمضي قدما. السيدة هنا في الصف الأول. من هيئة التعاون البث، قضية الخسارة والضرر كانت دائما في المقدمة وعلى الأجندة، ولكن بما يتعلق بالتمويل، هل أنتم قد تناولتم كل هذه القضايا وضمنتم وجود تمويل يخصها؟ أنت تتحدثين عن التمويل الخاص بالخسارة والضرر أم التمويل بشكل عام؟ بالطبع هذا بدأ من جلاسكو. هذا الأمر يخص العديد من الدول التي كانت على الخط الأول، وأي شخص كان يتابعنا يستطيع أن يعرف أننا قد خصصنا الكثير من الوقت والجهد منذ جلاسكو إلى أن وصلنا هنا. ولكن عقد اجتماع مع سير جينيفر مورغان، لكي نقوم بتشكيل هذه العملية، ولم يكن الأمر سهلا، كان معقدا جدا، وأعتقد أن الكثير منكم يعرف مدى تعقيدها. وأيضا الآن بدأنا نتخذ خطوات، ولدينا على الأقل 3 خيارات على الورق نستطيع ما الذي يمكن أن نحققه من خلالها، وهذا قد يكون جزء من مباحثات الوزير شكري والتي سنستمر فيها. ونتمنى أن يتم حشد كل الجهود وأن نضع كل هذه الأمور الهامة على الأجندة.
نعلم أين كنا في 5 نوفمبر. كان الجميع متشكك من وضع هذا الأمر، أعني الخسارة الضرر، على الأجندة، وكان علينا أن ننهي الأجندة في 6 نوفمبر. لذا لم يكن الأمر سهلا، ونحن سعداء أننا استطعنا أن نحقق ذلك، وبالتالي نحن دائما نتحدث على أن تكون هناك مساحة للمناقشات. أحيانا يكون هناك أطراف لها آراء وأطراف لها آراء مختلفة. هناك نماذج مختلفة وآراء مختلفة، وهناك مبدأ واضح بسيط قد يكون مفهوما للجميع، أن نوفر أموال وتستطيع الأطراف التعامل معه. الأمر ليس بهذه البساطة، نحن نسعى لتحقيق المصلحة للجميع ونستمر في العمل من أجل هذا. وأؤكد مرة أخرى، الأمر في يد الأطراف. السيدة هنا في هذا الجانب، أريد أن أعرف، الاتحاد الأوروبي قد قدم عرضا حول قضية الخسارة والضرر، وكان هناك بعض الدول التي اهتمت بهذا العرض. هل ترى مرونة من هذه الأطراف في التعامل مع هذه القضية، وكيف ترى الرئاسة هذا الأمر في خلال 24 ساعة القادمة؟ أعتقد أن الإجابة سوف تكون شبيهة لإجابة السؤال السابق. أنا لم أرى هذا الأمر على الورق، والأمر خيار، مجرد خيار حتى الآن. وحين أبلغ الوزير سامح شكري بهذا الأمر، ذكر أننا ندعم جميع الأطراف، ودائما العمل الوزاري يكون في الخلفية. نحن نحاول بأن نقدم الدعم اللازم، ومع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي لديه داعمي ولديه من لا يرحبون بالتعاون معه، وهذه ليس لدي المزيد لكي أضيف في هذا الشأن. الجميع القضايا مطروحة على الطاولة حتى لو كان هناك اختلافات. الفكرة القضية هي كي نتأكد من أن هناك فرصة للوصول التمويل لمن يستحقونه فيما يتعلق بقضية الخسارة والضرر، وكيف نحصل عليه. هذا أمر معقد، وهذا ما يتم العمل عليه. علينا أن ننهي هنا. نعم، سؤال، نحتاج سؤال آخر. السيدة هنا على جهة اليمين، شكرا. تمت الإشارة في أحد الجلسات إلى العديد من النقاط. هل يمكن أن يؤثر هذا إلى القرارات التي يتم اتخاذها؟ وزملائي دائما يسألون، كانوا الجميع منذ أمس يتساءلون، هل سينتهي الكوب في يوم الجمعة أم سيتم مد أمده؟ السفير نبيل منير يعرف كل التفاصيل، وتعلمون أن G77 يتم انعقاده في ظروف مختلفة، ويستطيع أن يجيب هو على هذا بشكل أفضل. وأنت سألت سؤال أستطيع أن أجيبك عليه. لدينا جداول نتعامل معها، وأعتقد في تاريخ الكوب لقد حدث هذا الأمر مرتين، ولدينا قائمة بأيام الأحد وأيام أيام السبت وأيام الأحد. القضية ليست مع أو ضد، هذا أمر إجرائي، وكيف يتم إنهاء الأمور. أحيانا تسير الأمور بشكل سلس، وأحيانا يكون هناك صعوبات. هذه عملية معقدة تشمل العديد من القضايا والآليات والنقاط الأساسية، وتخضع للعديد من الأمور التي تؤثر عليها. ما يهمنا هو أن يكون لدينا نتائج ذات معنى.
يجب أن نتعامل مع الأمر. إذن أشكرك شكرا جزيلا. شكرا معالي السفير ونلقي نظر إلى الجدول. شكرا على وجودكم معنا اليوم، ونلتقي في المؤتمر الصحفي التالي.